حمور سيت العميد. شكرا لكم سيد العميد على هالتواصل هذايا وان نوصلوا المعلومه الصحيحه للمستمع. تفاصيل هذا الحادث والحصيله سيد العميد. بالنسبه للحادث كما ذكرت هو في منطقه العيسى الجهويه 43 حوالي 9 كيلومتر على مدينة منزل بوزالفة. الحادث جد حوالي ساعة 6:45 تاع العشية أمس، ويتمثل في اصطدام شاحنة خفيفة بحافلة لنقل العملة. الحادث أثر على نقل 12 مصاب فيهم، والحمد لله انه فيهم زوز برك حالات خطيره، والبقيه ما عندهمش، عندهم بعض الرذوذ وبعض الاصابات الخفيفه. زوز حالات الاصابات نوعا ما خطيره هي اللي سائق الشاحنه الخفيفه وسائق الحافله. سائق الشاحنه الخفيفه عنده اصابه على مستوى الرأس، وسائق الحافلة عنده بعض الكسور على مستوى الأطراف، ولكن الحمد لله إلى حد الساعة معناها مازالوا يتلقوا في العلاج اللازم في المساحات في المؤسسات المستشفية، ولاباس وضعهم مستقر إلى حد الساعة. الحمد لله. نجموش نعرفوا الأسباب سيادة العميد، علاش نحكيوا على الأسباب ونأكدوا على الأسباب باش الناس تسمع معناها وترد بالها معناها من مثل هذه نعم اصطدام مباشر. معناها من المرجح انه يكون ثم خطا بشري من احد السواق. واضح. نصيحكم سيادة العميد لمستعملي طرقات في الجهه هذيك، ونعرفوا انه الحقيقه الحق يقال ونحبوا ديما نثيروه الموضوع هذايا، فما بعض الطرقات اللي مخترعه بلوز اوموا معناها، حتى معناها البنيه التحتيه ماهيش مؤهله انها باش الحقيقه للسرعه ولا للمجاوزه، ولا يعني يعرض السائق حياته وحياه اللي معاه في خطر الحقيقه. بالضبط، هي بقطع النظر على البنية التحتية. نعم. هو الحل الوحيد اللي عنا كمواطنين أو كسواق هو الالتزام بقانون الطرقات. وأخذ الاحتياطات اللازمة في أثناء السياقة على جميع الطرقات. هذا هو ديما هذا ما نوصيو به. يعطيك الصحة سيادة العميد، شكرا لك، خذيناك سيادتك من اجتماع، نشكرك برشا ويعطيكم الصحة على مجهوداتكم، واحنا احتفلنا بكسائر الدول العالم باليوم العالمي للحماية المدنية، ونعرف قيمة المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. نشكركم سيادة العميد. بارك الله فيك، واجبنا، مرحبا بك ويعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة، نشكرك سيادة. كان معنا سيادة العميد مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل فيما يخص آخر المستجدات حول الحادث اللي كان أمس على مستوى مدينة منزل بوزلفة. نتمنوا السلامة للضحايا، الحمد لله ما فماش حالات خطيرة برشا، وربي إن شاء الله يشفي الضحايا ويشفي الجرحى، وإن شاء الله ما تتعودش مثل هذه الحوادث. ونحن ديما نأكدوا على اليقظة وعلى السويقة الهادئة، وعلى ديما واحد يرد باله على أرواحه وأرواح الناس اللي معاه. نشكركم، مازلنا متواصلين معكم بعد هذه الصحيحة، نرجعوا بعد شوية لمختلف فقرات موش تسبح.